تجربة جديدة للأستاذ إبرام نشأت كمخرج برضو شاب، ومجموعة الشباب اللي معايا اللي هم كلهم إن شاء الله هيكسروا الدنيا ويبقوا أهم نجوم في مصر. الفيلم اسمه لعبة شيطان، لو في الحقيقة حد عمل معاك لعبة شيطان بتعمل معايا هلعبه. مبروك لمصر. زرت الأردن قبل كده؟ لسه، ونفسي أزورها والبحر الميت. أنا والله بحاول أخدعكم بشكل على البوستر ده، يعني هو أكيد هتلاقي هلس جوه تمام، ولا شيطان ولا حاجة، هتلاقي ساعة شيطان كده جت مني ساعة شيطان فعملت كده. أنا بدور على ساعة الرضا في يومي. الفيلم كل الناس اللي اشتغلوا فيه، يعني في كوميديانات كتير وكلهم بيعملوا فيلم تشويقي ولعبة حلوة ودمها خفيف شوية على المشاهد، إنه بتعمل رعب في لعبة. دلوقتي الألعاب كلها اتشالت، والأطفال إحنا لو مكتوب إن يعني سن معين يقدر يتفرج عليه، مش أصغر من السن ده علشان خايفين حد يقلد الألعاب دي. بس أنا بالنسبة لي كمنى أو كشخصيتي في الفيلم أنا مبسوطة بالتجديد ده. لو حد عمل معاك لعبة شيطان في الواقع بقى في حياتك بتعملي معاه؟ لا، ومحدش بيعرف يلعب معايا، يعني أنا طيبة جدا وكل حاجة، بس اللي بيلعب معايا بيندم. بنلعب بنلعب لعبة بتغير لنا، بتشقلب لنا حياتنا خالص، بتغير لنا، بتحطم لنا حياتنا. ايه اللي انت بتلعبيه في الفيلم؟ بص، احنا كلنا بنلعب لعبه على السوشيال ميديا، المفروض على الفيسبوك، بنلعبها من باب ان احنا زهقانين محبطين، يعني كل واحد فينا عنده حته دفعته ان هو يلعب. احنا الفيلم فيه جزء منه حكي، كل واحد بيحكي قصته، وجزء منه حاضر. هي لاينات كابلز، كل كابلز مع بعضه بيحكي حكايته، ما بنتقابلش غير في نقطه واحده بس، ان احنا كلنا دي الحاجه الوحيده اللي بننطق فيها، ان احنا كلنا بنلعب نفس اللعبه، دي الحاجه المشتركه اللي ما بيننا، ان كلنا لعبنا اللعبه. بتشوف قد ايه اللعبه بتغير لنا حياتنا خالص، بتحطم لنا حياتنا ازاي. فهو كل واحد ليه قصته وحاجاته. فانا المفروض عامله واحده صحفيه، بس صحفيه مشاغبه شويه، يعني ساعات تحس انها غلبانه ومغلوبه على امرها، وطيبه جدا ورومانسيه، وساعات تحس كيوت خالص، ساعات تحس انها طماعه وانانيه جدا، شيطانه بتفكر في افكار شريره جدا، بتحلل الحرام ومعتقدات في دماغها بتمنطقها على مزاجها. فالدور فيه نقلات ومراحل كتير وتناقضات وصراعات هي جواها اصلا، هي عامله صراعات جواها. لو حد في الحقيقه عمل معاك لعبه شيطان تعملي معاه ازاي؟ يعني ايه يلعب معايا لعبه؟ يعمل معاك الدنيئه عادي، ما يعني في الحياه يعني اكيد الواحد بيقابل حاجات كتير. بتعملي ايه؟ بتجاهل عصبية؟ لا، بتجاهل خالص. اي عندي عصبيه جوايا بس ما بعملش ردود افعال، يعني انا اخر واحده في الدنيا بتعمل رده فعل. بتجاهل، بحس ان عقاب اللي قدامي اصلا ان انا ما اكلموش، ده اكبر عقاب انه يتحرم مني. عوده بعد غياب ولا انا بتهيألي؟ للسينما. يعني مش نشيطه انت برضه؟ نشيطه في السينما، مش كل الحاجات اللي بتتعرض عليا بتعجبني، فانا عشان كده تلاقيني مش نشيطه شويه. اما الجمال والحلاوه والرقه دي تعمل بنت شعبيه، اكيد تعبت عشان تدخل في الشخصية. والله ربنا يستر ويعجبكم اصلا. ايه كانت اصعب حاجه بالنسبه لك، طريقه الكلام ولا اللوك؟ طريقه الكلام، لا اللوك سهل، طريقه الكلام كانت صعبه، لان انا غصب عني في مشاهد ممكن يكون فيها انفعال طريقتي ترجع بتاعتي انا عادي. مي دي مي مش لوسي. ايه يعني ما تدينا حته شعبي؟ مش عارف، شحيح استر عليا.